مدافعا عن ألوان الفريق للمرة الأولى، قدم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية رسميا متسابق فريق الفيكتوري الجديد بطل نسل سلمان يونس العوضي. وسيخوض الوافد الجديد لفريق الفيكتوري تحدي المشاركة في منافسات بطولة العالم للدراجات المائية أكوا بايك من خلال جائزة ريجيوني السردينة التي تنطلق الجمعة المقبلة. ويعد بطلنا الموهوب سلمان أحد المتسابقين المتميزين في رياضة الدراجات المائية، حيث تدرج منذ الصغر في هذا المجال منذ عام 2015 حتى وصل مرحلة الاحتراف، وبات أحد أهم الأبطال في رياضة الدراجات المائية.